أهلا بكم من جديد متابعي الصباحات السودانية في كل مكان. واحدة من الأشياء المهمة جدا في هذا اليوم أو يحدث في اليوم أو بكرة اليوم، المنبر الصحفي على شرف الملتقى العربي للتقييس وحماية المستهلك. نسعد جدا يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ ياسر مرغني الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك. مرحب بك وصباح النور. مرحب بك ومرحب بكل المشاهدين ومستمعين سودانية 24. مرحبا. مرحبا. برحب بك أستاذ ياسر، وإحنا الليلة بنتكلم عن الملتقى العربي للتقييس وحماية المستهلك. عايزين بدءاً نتكلم عن هذا المنبر الصحفي ونتكلم عن الأوراق اللي حتناقش فيه. شكراً جزيلاً. الملتقى العربي لتقييس وحماية المستهلك لأول مرة يجي بالسودان بعد أن كان يعني شيء فيه محتكر للمغرب ودول المغرب العربي. لأول مرة يجي السودان المؤتمر عن التغييس الوطن العربي، محاور الملتقى هتكون وضعية المستهلك العربي في وضعية حماية المستهلك العربي وكيف نطورها ودور التغييس، والمحور الرابع هو التوعية والتثقيف. الجهات المستهدفة فيها أجهزة التغييس الدول العربية الآن موجودين في السودان، ودي فرصة يعني فرصة كويسة لنا في السودان 24. موجود رئيس المواصفات الأردنية والفلسطينية والعراقية وهكذا، كلهم موجودين الآن، عندهم اجتماعات 3 يوم على هامش الملتقى. كذلك اجهزه مواصفات حمايه المستهلك في الوطن العربي، يعني عندنا رئيس جهاز حمايه المستهلك في مصر اللي هو عاطف يعقوب، ده برضه موجود. خلوه يدينا حاله انه الحكومات المسؤوله عن حمايه المستهلك، دي فرصه تاريخيه لكم برضه يا ناس 24. وكذلك الجهات الفرصه كلها. المؤتمر يوم 16 و17 في اسلام روتانا، يعني يوم الاثنين والثلاثاء، بيخاطبوا رئيس الفريق العربي لحمايه المستهلك، وبخاطب الاتحاد العربي للمستهلك، وبخاطب ممثل المنظمه الدوليه للمستهلك اللي هو السودان عضو فيها، وبخاطب المدير العام للمنظمه العربيه للتنميه الصناعيه والتعدين، وكذلك وزير رئاسه مجلس الوزراء، والامين العام لجوده الامور العربيه معالي السفير كمال الحسن علي، واخيرا كما النائب الاول. ده برنامج افتتاحي، بعد ذاك عندنا 21 ورقه على مدى يومين. نعم. طيب استاذ ياسر، شنو المتوقع من خلال الملتقى؟ يعني متوقعين انه شنو من نتائج او من معلومات ممكن الناس تطلع بها؟ طيب المتوقع انه كثير. يعني في ورقه رئيسيه عن وضع مواصفات الحلال لحمايه المستهلك، في ورقه رئيسيه عن تجربه مصر وتجربه سلطة عمان في حمايه المستهلك، في هيئات حكوميه مسؤوله عن حمايه المستهلك، الرغاب 24 ساعه، هيبه للحكومات وهكذا. متوقعين كثير جدا، متوقعين كمان التغييس، أهمية التغييس في الوطن العربي، أهمية التغييس في حماية المستهلك، أهمية التغييس، يعني ده كله المطلوب منه. يعني نحن دارين نرتقي بالتغييس في الوطن العربي. الوطن العربي مصنف إنه ما فيه مواصفات وإنه دارين نرتقي به. ده المهم في الموضوع. نعم. والله يا أخي تخيلي يا عمار، دي واحدة من الأشياء المبشرة بالخير. صحيح. والأهم من كده زي ما هو قال إنه إحنا نغير المفهوم. أستاذ ياسر، إحنا بنشكرك جزيل الشكر على هذا الاتصال أو هذه المداخلة الهاتفية حديثا عن المنبر الصحفي على شرف الملتقى العربي للتقييس وحماية المستهلك، وإن شاء الله بإذن الله تطلعوا منه بالنتائج المرجوة بإذن الله، وإحنا حنكون حاضرين في تغطية كثير من الفعاليات المصاحبة لهذا الملتقى. شاكرين جدا للاستضافة، ونتمنى جدا إنه تكون معنا كاميرا. كنا هناك اليوم في منبر طيبة الساعة 1:30 إن شاء الله، وهنالك الكثير الذي كنا نغادر بإذن الله. شكرا جزيلا.